احلى اتنين زبادي خلاط لاحلى غاليه في الدنيا. ايوه امسحي بقى دموعك ولا كانك كنت بتعيطي وبتنهنهي من شويه. بس على مين يا غاليه؟ على مين؟ انا ما بعيطش ولا حاجه، ما انا زي الفل اهو. لا كنت بتعيطي، طب عيني في عينيكي كده يا غاليه. تلاقيكي بقى افتكرت اخويا شوقي وزمانك عماله تقولي بقى ايه يا ما كان نفسي تتجوز انت وفاطين في ليله واحده، وحشتني قوي يا ابني. يعني ما وحشكش يا فاطين؟ ده كان حتى يبقى جنبك يوم فرح. وحشني طبعا يا ام فاطين، امال ايه؟ عشان كده بقى انا قعدت افكر واقدح زناده فكري في حل يمكن بقى المره دي نقطر فيه، لحد ما وجدتها. وحل ياما ايه عبقري. انا مش عارف كان تايه عني فين ده. قول بقى يا ابني وفرح قلبي. يا ست الكل، مش اخويا شوقي ده توامي وشبهي؟ ايوه طبعا يا ابني، وايه الذكاء في كده؟ ياما اصبري بس عليا شويه، يعني تلاقي دلوقتي اخويا شوقي سنه نفس سني وشكله نفس شكلي بالظبط. ايوه، فين الحل؟ وحلقيه ازاي؟ هو ده الحل ياما. احنا بقى ان شاء الله هننشر صورتي انا في الجرنان ونكتب تحتها مفقود، ومن يعثر عليه له مكافأة كبيرة. مبوك كان عامل اعلان وهو صغير وما حصلش حاجة. ياما دلوقتي الوضع اختلف خلاص، احنا كبرنا. وبعدين انا ليا واحد صاحبي صحفي كبير جدا في المركز، انا ان شاء الله بكره الصبح هروح له وهديله الصوره بتاعتي علشان ينشرها في جريده زهره الليمون. والجريده دي مشهوره قوي يعني يا ابني؟ ضحكتني ياما، طبعا مشهور جدا، دي جريده اسبوعيه. تخيل يا ست الكل ان السنه اللي فاتت بس وزعت 3000 نسخه، يعني مصر كلها هتقراها مش اهل جزيره الورد بس. يعني بعون الله الإعلان هينزل في جريدة زهرة الليمون، من هنا هنلاقي أخويا شوقي من هنا. يبقى على بركة الله يا ابني. الله، نسيتين يا ست الكل، نسيتين الكوباية بتاعتك. الله، زبادي بالخلاط، عسل عسل عسل. اتفضلي يا ست الكل. ايه ده؟ ايه ده يا ابني؟ ده زبادي بالخلاط اللي انت مالية بيه الشفشق جوه المطبخ ياما. شفشق؟ ده نشا عشان الرز بلبن اللي انت طالبه. نشا؟ ايه الغربة يا ربي؟ بس الكوباية دي خفيفة. شكرا. الحمد لله. ندخل بقى يا استاذ صبري في المهم. ندخل. اتفضل يا سيدي. دي صورة اخويا وتوأمي، عايزها ان شاء الله تنزل عندك في الجريده في الصفحه الاولى، وان شاء الله امي هتدعي لك قوي يا استاذ صبري لما يرجع. ما تقلقش يا فاطين، ده احنا اخوات، بس يعني انت عارف ان الاعلان في الصفحه الاولى هيكلفك كتير قوي، الجورنان دلوقتي بقاله اسمه وبيتخطف خطف من السوق. بسم الله ما شاء الله، ما تقولش الكلام ده قدام حد. واما بنعمه ربك فحدث. ونعم بالله. وبعدين يا استاذ صبري مش المهم الفلوس، يا ريت هم الدنيا فلوس كانت الدنيا اتحلت، المهم اخويا يرجع ان شاء الله بالسلامه. امسك يا سيدي. بسم الله ما شاء الله. 1 2 3 4 ايه؟ 20 جنيه، ولما الاعلان ينزل ان شاء الله ليك زيهم. 20 جنيه؟ كتير مش كده؟ يا استاذ صبري ده احنا اخواتي يا راجل، حطهم في جيبك. وبعدين يعني هو انا لما هفنجر على مين غير على اصحابي حبايبي؟ استأذن انا بقى يا سيدي دلوقتي لحسن الليل داخل عليا ولازم اروح البلد لحسن امي تقلق عليا. سلام عليكم، مش هوصيك بقى. ها، مع السلامه. الله يسلمك يا استاذ صبري، محدش واد يشتري الجنان ده، احنا بعنا 15 نسخه بالعافيه وبالمحايله، مش كل يوم كده، حرام عليك. بتقول ايه؟ الجماهير خطفت منك النسخ وباكتر من ثمنها كمان. مع السلامه يا مصري. نص ثمنها يا استاذ صبري. لا بيقول لك خطفت النسخ. خطفت ايه؟ اهو اهو ده الملحق. مع السلامه يا فاطين، وتاكد ان الصوره هتنزل بكره في الاعلان، ها، في الصفحه الاولى. مع انا السلامة. عايز اتاكد انه هيتباع يا استاذ صبري. تاكد انه اتباع بالفعل. مع السلامه، بكره هتلاقيه في 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 محطه المترو. ما بركبش مترو. هي تاني هتلاقيه في القطر، هتلاقيه في الشارع،
مع السلامة يا فطين، مع ألف سلامة. إيه يا رضا؟ إيه يا رضا؟ كنت هتضيع ال 20 جنيه؟ أنت متأكد يا ملقط اللي أنت شفته هو اللي في التصويرة ديت؟ بقول لك هو يا صلقط، هو يا جدع، بس ده بنضارة، أنا شايفه بعينيا دول اللي هياكلهم الدود وهو داخل المحكمة. على فكرة دي هتبقى أسهل عملية عملناها، عملية خالصة مخلصة، فلوسها مضمونة وملهاش لبش بالحكومة خالص. أهو أهو هديك، شفتني قطر وأنا بترافع، أدي أغرة الراجل. هات البطاقة، هات البطاقة. إيه بتاع التموين هي؟ طب يلا بينا بسرعة. طب اتحرك، مستني إيه؟ يلا بتحرك أهو. يلا يا جدع. أنت يا حيوان ياللي المفروض تسوق حمارة مش عربية. أنتوا عارفين قانون المرور بيقول إيه؟ المادة رقم واحد من المبادئ العامة تنص على أن لسائق المركبات ليس الشارع ملكك وحدك، وأنه لا يجب التوقف فجأة غير في الأماكن المخصصة لذلك. والجمد والزلك طويل، الجمد والزلك طويل. بقولك إيه، أقسم بالله أحبسك، أنت مش هتبقى أغلب من خطيبتي. ها المادة رقم 13 بتقول يا عم، لا 13 ولا 14. طب المادة 15 بتقول 15 ولا 17، شيله معايا يا صاحبي. ده أنا لسه روحه. إيه ده؟ ده خطف بالإكراه والقانون ينص على أنه أنا عارف مين اللي مأجركم عربيتي. بقولك إيه، أنا عارفكم كويس وقت الغام. سكتوا يا بلغت أنت. سكتوا عليا حاضر. يلا يا صالة تستني إيه؟ يلا يا هلا. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، يا دي النور يا دي النور. هحضر الغدا عبال ما فاطين وقطر يجوا من المحكمة. يا ريت يا ست غالية، لحسن الواحد على لحم بطنه والله. عزوز والله الواحد شبعان الحمد لله. المهم يا غالية اقعدي، هي بنتي ايه اللي مودياها المحكمة؟ كانت شبطانة وعايزة تشوف فاطين وهو بيترافع، ما هي قايلة لابوها يا شاطر. يعني ما قلتليش يا عزوز؟ انا لا، ما انا كنت ما قلتش والله، عشان اصل لك رؤى. حاضر. المهم يا غاليه، فلوس الشبكه اللي احنا هننزل نشتريها جاهزه ولا محتاجه فلوس؟ جاهزين يا اختي، 5000 جنيه. هو انا عندي اغلى من فاطين ابني؟ 5000 ايه؟ لا يا حبيبتي، ده انا بنت اصول وما تشبكش باقل من الماس. على قدهم يا اختي، وبعدين لو قطر طلبت عيني ليها، ان شاء الله حتى بيع لها الارض البحريه بتاعتي. خلاص يا ست غاليه، مفيش بتاع الكلام ده، احنا بنشتري راجل. خلاص يا حبه عيني، الراجل يدفع. الراجل يدفع صح. اقصر الشر يا شهر، خلي العيال تفرح. خلي ابنك انت بحبح ايديه شويه، هرد على التليفون وارق لك. الو. ايوه يا اخويا، احنا اللي عاملين الاعلان. لقيتوه؟ لقيته شوي؟ ليكوا الحلاوة، ليكوا كل اللي انتوا عايزين. مستنياك يا اخويا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. لو ابني، الحمد لله. خير يا ست غالية، سامعك بتزغرطي، حصلت حاجة وحشة؟ ابني شوي اللي كان تايه وهو صغير، لا اقول الحمد لله. وصل يا حاجة. ابني، ابني حبيبي، ابني ضنايا حبيبي، عن أمك يا ابني. تعالى حبيبي، تعالى يا قلبي من جوه. حبيبي، حبيبي يا ضنايا، حبيبي. مالك يا ضنايا؟ مالك يا حبيبي؟ هو ماله يا اخوي؟ ما تقلقيش عليا يا حاجه، اصل المشوار كان طويل. ايدك بقى، ايدك بقى على المكافاه. عينيا، عينيا، كل اللي طلبته اهو. مبروك
مبروك يا حاجة. السلام عليكم. الله يبارك فيك. أهلا أمك يا دنايا. أهلا أمك. أنا اتبهدلت أوي يا أمك. خلاص بعد النهاردة مفيش بهدلة. رجعت لحضن أمك يا حبيبي. أنا فين؟ وإيه الناس دي يا أمه؟ دول جيراننا وحبايبنا فرحانين برجوعك، ودلوقتي فاطين أخوك يجي وهيفرح قوي برجوعك. كلنا فرحانين بيك يا شوقي يا ابني. شوقي إيه يا عم عزوز؟ في إيه أنت كمان مالك؟ بسم الله ما شاء الله، لسه فاكرني يا حبيبي؟ فاكر إيه؟ فاكر إيه بس يا عم عزوز؟ في إيه يا إخوانا مالكم؟ ده إيه الغلب ده يا ربي؟ أنتوا مش عارفيني؟ أنا فاطين، فاطين ابنك يا أمه. فاطين ابني؟ يا مسيبتي؟ ايوه اما ايه فاطين ابنك يا مسيبتك دي؟ ايه ده؟ انتوا ايه هتولولوا عليا ولا ايه؟ انا مين؟ انا مين اللي جابني هنا؟ انا اخر حاجه فاكرها يا اما ايوه العربيه وصلقت وملقت اللي خطفوني. وفين هدوم انا؟ فين خطفوك؟ ده انا اديتهم فلوس الشبك. يا لهوي. اما 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 لما انت فاطين، الفيلم الهندي اللي انت عامله ده فين بنتي؟ بنتك النحس محبوسه دلوقتي في الحجز. اسكتي بقى. بنتك في الحجز؟ يا لهوي.